السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع جميل اسمه تنسور ارت. ده بتدي له اي صورة يبدأ ان هو يعمل لك عليها تعديلات، او ممكن تكتب له تكست ويحول التكست ده لصورة زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. اول ما فتحنا الموقع فيه المودلز جاهزة، ممكن اي واحدة فيهم تختار وتبدأ ان انت تعمل الصورة بتاعتك بالشكل دوت. مثلا عاجبني ديت، مثلا هيت او دي او دي، اي واحدة فيهم تختارها. تمام، هيبدأ ان هو يوريك الاشكال الموجودة اهو. تمام، ممكن تقول له انا عايز اعمل رن للشكل ده او للشكل ده او للشكل دوت زي ما انت عايز. طيب هنا اختار اهو الموديل، وممكن بقى البرومت تكتب بقى البرومت اللي انت عايزه، اي حاجة انت عايزها. مثلا عايز، بعد كده ممكن تقول له بقى عايز صورة، يعني البرومت هتكتب مثلا انا عايز تصميم معين او عايز شكل معين، والصورة هتبدأ ان انت تاخد الصورة ديت ويبدأ ان هو يشتغل عليها ويبدأ ان هو يحولها لك لشكل انيمي مثلا. ومن اول مرة ما تطلعش الصورة، لازم تجرب اكتر مرة لحد ما تطلع الصورة معاك بشكل كويس. تمام، انا هجرب الصورة بتاعتي عشان نجرب الصورة من الصور العيال ممكن يعملوا معاها مشاكل. تمام، البرومت بقى ممكن تقول له انا عايز خلفية من نوع كذا والحاجات دي كلها. طيب هنا دي مهمة قوي، لو انت خليتها يعني ارقام صغيرة مثلا من 0.1.2 بيلتزم بالصورة الاصلية، لو خليتها كبيرة قوي زي 1 مش هيلتزم بالصورة الاصلية. يعني انت عايز بنسبة قد ايه التزم بالصورة الاصلية، وبنسبة قد ايه احط الماستر بتاعي. طيب خلينا نبدأ ان احنا مثلا نقول له ايه جنريت ونشوف، نبدأ نجرب اكتر من مرة، نغير الصورة اكتر من مرة، نغير في البرومت، نغير في الايمج تو ايمج، تحط صورة تانية مثلا البيزك موديل، ممكن تغير لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها. يعني مع التكرار كتير هيبقى الموضوع اسهل بكتير بالنسبه لك. ماشي، هو بوظ الصوره بالشكل دوت مثلا. تمام، ممكن تقول له ايه لا التزم لي بالصوره اكتر. تمام، ممكن تقول له مره تانية لا ما تلتزمش بالصوره خالص. المهم احنا بنشرح الموقع وانت جرب بقى ايه الصور. هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اد لورا، اد لورا يعني بيضيف لير معينه. تمام، ممكن تقول له انا مش عايز الصوره خالص. تمام، انا عايز بس ايه ان انا مثلا عايز صورة فارس عربي مثلا. تمام، مثلا في انتظار مثلا، تبدأ تحط كل المواصفات اللي انت عايزها. تمام، البيزك موديل تغيره، لورا بتحط لير معينة فوق الصورة، يعني ممكن تقول انا عايزها تكون 3D مثلا، تبدأ تختار ليرات معينة مثلا خاصة بال 3D اهو مثلا حاجة بالشكل ده. مش معنى كده ان هو يحط القناع، لا هيحط الشكل الاسلوب، كانك مثلا تقول انا عايز حد يرسم بالزيت او بالفحم او 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 مثلا حاجه بالشكل دوت. نجرب. تمام، لو عايز تلغي الصوره الغي الصور كلها زي ما انت عايز. تمام، هو الموقع ده ميزته ان هو كل يوم بيديك 100 صوره، فتقعد تجرب زي ما انت عايز لحد ما توصل لاقرب حاجه انت عايزها. تمام، دي صور كتير انا عملتها. تمام، تقدر ان انت اي صورة فيهم مثلا عجبتك تقدر ان انت تدوس عليها، فهو يبدأ ان هو يكبر لك الصورة بالشكل دوت، فتقدر ان انت تسيفها. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له ايه انا عايز اضيف ديتيلز، او عايز اب سكيل اكبرها، او عايز اخد الصورة دي اعمل عليها تعديلات ايمج تو ايمج او ريميكس، او انا عايز اعمل لها بابلش، او عايز اعمل لها داونلود. تمام، فهنا بدأ هو خد الستايل وحط لي فارس عربي في الصحراء وهكذا، عاملها لي بشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز شخصيه كرتونيه موجوده مثلا في مصر، مثلا باتمان ان ايجيبت فايت اكريم. طيب لو انا مش عارف اكتب حاجه بالانجليزي ما تكتبهاش بالعربي، خد الكلام بالعربي وخش على جوجل ترانزليت وحطه وشوف الترجمه بالانجليزي وابدأ احطها هنا. تمام، ليه؟ لان لما اديت المكان بالعربي طلع سيء جدا النتيجه، مش هي اللي احنا كنا عايزينها. فهو عمل الصوره بالشكل دوت، جاب لي اشكال كتيره. ممكن بقى تزود مثلا عشان تبان ايجيبت، ممكن بقى ايه ويز بيراميدز. تمام، شوف اي كلمه عربيه تكون موجوده، خليه ياكل طعميه وياكل فول، ياكل اي حاجه انت يعني، اي اكله مصريه مشهوره، او اكتب له اسامي مطاعم مثلا. تمام، يعني بدل فايت ان كرايم خليه ياكل اي اكل مصري، او هو جنب النيل.
تمام. with pyramids and لو انت تحبش باتمان تحط سوبرمان ما فيش مشكلة، حط الشخصية اللي انت عايزها. كل الشخصيات الكرتونية ممكن تعمل كرتون، ممكن تبدأ تشوف مثلا قصة معينة من قصص وتبدأ تاخد جمل معينة وتقول له كونها لي، فيبدأ يعمل لك قصة كرتونية وانت بعد كده تدمجها مثلا مع الصوت ويطلع لك فيلم كرتون زي ما انت عايز. اهو حطيناه اهو جنب الهرم والمسلة واللي انت عايزه، هو ما حطش النيل لسه ممكن نظبطها. بدأ اهو في الصورة دي يحط لك اهو مية، مش نهر النيل كله بس بدأ يحط اهو. ممكن بقى تحط له بقى، عايز احط خلي باتمان يجي يزورنا في التحرير مثلا، اي حاجة انت عايزها زي ما انت عايز. تمام. مع الفرقة بدأ ان هو يخليه يلبس زي مثلا جلابية او لبس عربي حاجة زي كده، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. مكتشف هو هسيب لكم رابط الموقع ان شاء الله اسفل الفيديو.